دارو غادي تكون سمعتوا الاخبار اللي كانت كدور انه تايلاند وناس بلا فيزا. المهم ملي كان شي واحد باغي يسمع التكيد فانا قلت لهنايا بلا فيزا ما سولني لا على التيكي ديال الرتور لا على الاوتيل ما سولني على حتى شي حاجه. داك الشباب ولا عادي وسهل بحال راك غادي لماليزيا او لا شي دوله بلا فيزا وكتبقى بانكوك كوالالمبور هما المدن اللي تقدر تلقى فيهم واحد التيكي ديال الطياره سواء الا كنتي غادي للمغرب من اسيا او الا كنتي جاي من المغرب للدول ديال اسيا. هادشي علاش خسرت بانكوك حيت ماليزيا طلعت ليا فراسي بصح هادشي علاش دابا عندنا خيار ديال تايلاند بلا فيزا. فران ديما كيوقع لي شخصيا فاش كنجي لتايلاند ديما كنمرض ما عرفتش علاش وشنو هي الحاجه اللي كتطلع هي الودني. دابا راه فاش يلاه وصلت لهنايا بديت كنحس بوديا ماشي نورمال. واخر مره فاش كنت تايلاند لا سليم تبعيني وعاقلي على ستوريات قلت لكم انه مشى ليا السمع وفعل وقيته كنت انا في تايلاند ودابا نفس الحاجه كتكرر. عندها واحد 3 ايام هنايا زعما باغي نخرج ندور نسوق شويه نشري شي لعيبات قبل ما نرجع للمغرب ولكن دابا ما بقاتش نخرج ودنيا كيضروني ضني البرد. هادشي علاش اخر 3 ايام ديال الكونجي ديالي غندوز غير في هاد الشومبر انا تا غا المونتاج.